هذه المسائية من الميادين وفي عناوين نقاش الليلة. الرئيس السوري في إيران، صمود الشعوب المقاومة أسقط وهم قدرة أمريكا على تحديد مصير العالم ومساعيها للتفرقة القومية والمذهبية جاءت بنتائج عكسية. المرشد الإيراني يؤكد للرئيس الأسد أن سوريا بصمودها انتصرت على أمريكا وأوروبا وحلفائهما، والأعداء أخطأوا التقدير والمقاومة أصبحت أقوى. بعد فشل مناورة المساعدات الإنسانية ضد فنزويلا، واشنطن أمام خياري دعم العصابات الكولومبية أو التدخل العسكري المباشر، فهل تنفجر أمريكا اللاتينية في وجه ترامب؟ مرحبا بكم. حرب قاسية شنت على سوريا شاركت فيها أغلب دول العالم، قلة وقفوا مع دمشق وفي مقدمتهم إيران، سنوات واجهت خلالها طهران ودمشق والضغوط والمؤامرات. صحيح أن صورة الحرب بالأساس كانت عسكرية، لكن بعدها الاقتصادي لم يكن أقل خطورة، وبحجم الصبر والجهد في مواجهة الهجوم العالمي كان راسخا يقين القيادتين الإيرانية والسورية بالنصر وحققتاه. وهو اليوم عنوان زيارة الرئيس السوري إلى طهران، حيث التقى المرشد السيد علي خامنئي بحضور لافت لقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، الذي كان أيضا الحاضرة الوحيدة في اجتماع الرئيسين الأسد وروحاني. هي زيارة تبادل الشكر والتهنئة والتأكيد أن المقاومة باتت أقوى. في المسائية نناقش أيضا تطورات الأوضاع في فنزويلا وفشل محاولات واشنطن لإسقاط الرئيس مادورو، فما هي الخيارات المتاحة أمام واشنطن؟ إذن استقبل المرشد الإيراني السيد علي خامنئي الرئيس السوري بشار الأسد، وأكد الطرفان على ضرورة تعزيز علاقتهما وعلى فشل المشروع الأمريكي. وقد اعتبر السيد خامنئي أن رمز انتصار سوريا وهزيمة أمريكا ومرتزقتها في المنطقة هو صمود الرئيس والشعب السوريين. كما شكر الأسد إيران قيادة وشعبا على وقوفها إلى جانب سوريا. والتقى خلال هذه الزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني. ملحم ريح. هي الزيارة الأولى بعد سنوات عجاف تخطتها سوريا بمؤازرة الحلفاء. من طهران يتصدر المشهد لقاء حليفين خاضا معا حربا على الإرهاب المدعوم غربيا وعربيا، صنفت الأشد ضراوة على مدى عقود. هنا ينفض غبار الحرب ويتجلى الانتصار في تصريحات المرشد الإيراني السيد علي خامنئي والرئيس السوري بشار الأسد. تصريحات تعكس واقعا ميدانيا بعد استعادة الحكومة السورية السيطرة على غالبية أراضيها، وبعد هزيمة تنظيم داعش ومعظم الجماعات التكفيرية الإرهابية، وهو الواقع الذي ينعكس على المفاوضات السياسية بعد التفاهمات الإيرانية الروسية التركية على المضي قدما في البحث عن حل سياسي، وهو الواقع عينه الذي دفع قيادات غربية وعربية إلى الاعتراف بمعادلة جديدة في سوريا كانت حتى الأمس القريب تصر على رحيل الرئيس الأسد. اعتبر المرشد الإيراني الأسد بطل العالم بصموده وأن المقاومة باتت أقوى من خلاله. فرد الأسد بالتأكيد أن الإنجازات التي تحققت هي نتيجة الوقوف إلى جانب المقاومة. وهنا كلمة السر التي شنت من أجلها الحرب على سوريا، والتي حمت سوريا أيضا من مؤامرة التقسيم الأمريكية الإسرائيلية. وهي الكلمة التي تخلق الكيان الإسرائيلي من جنوب لبنان، مرورا بحضور إيران في سوريا وصولا إلى الجولان، بعدما تألقت في حروب ضارية في سوريا ولبنان والعراق بالتزامن مع الذكرى 40 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، التي قالت أمريكا يوما إن إيران لن تحتفل بها، لكن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن الأمريكية. فمن هنا تبادل الجانبان الإيراني والسوري التبريكات على تحقيق إنجازات كبيرة، أهمها هزيمة المشروع الأمريكي. ملحم ريح، طهران، الميادين. للنقاش معنا هنا في الاستوديو دكتور عدنان منصور وزير الخارجية اللبنانية السابق، وأيضا معنا من العاصمة البريطانية لندن رئيس تحرير جريدة رأي اليوم الإلكترونية سيد عبد الباري عطوان. مرحبا بكما، وأبدأ معك معالي الوزير. هي زيارة لافتة مهمة جدا، إذا أردنا أن نضع عنوان لهذه الزيارة للرئيس السوري بشار الأسد لطهران، ماذا يمكن أن نقول؟
ماذا تقول هذه الزيارة وماذا تحمل من رسائل؟ زيارة ما بعد اندحار القوى الإرهابية في سوريا من معظم الأراضي السورية، ولا أقول من كل سوريا، على اعتبار هناك وضع شاذ لا يزال قائما في محافظة الحسكة حيث تتواجد قوات القسد، وأيضا في إدلب حيث تتواجد فصائل إرهابية عديدة مدعومة من قبل بحماية ورعاية الجانب التركي. لا شك زيارة الرئيس الأسد لإيران اليوم تشكل منعطفا مهما لاستشراف ما بعد الانسحاب الأمريكي. الانسحاب الأمريكي ليس هو نهاية المطاف، على اعتبار أن الولايات المتحدة عندما قررت أن تحتفظ ب200 جندي أو فيما بعد ب400 جندي، لا نستطيع أن نقول أن هذا الانسحاب انسحاب نهائي. لذلك علينا أن نتوقع الكثير، وهذا ما قاله مرشد الثورة الإيرانية للرئيس السوري بشار الأسد. قال أن صحيح أن المشروع هزم، مشروع الغرب الولايات المتحدة، ولكن علينا أن ننتظر رد الفعل من الجانب الغربي على هذه الهزيمة التي منوفيها، على اعتبار أن الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وفي العالم لم تحقق النتائج التي كانت تريدها منذ اندلاع الأحداث في سوريا. والكل يعلم أن الغاية الأساسية كانت هو الإطاحة بالدولة السورية وبالنظام السوري وتفكيك الدولة السورية، وهذا لم يتحقق على الأرض. اليوم عندما يقول مرشد الثورة الإيرانية للرئيس السوري أن ما بين إيران وسوريا يعني عمق استراتيجي مشترك، صحيح، وهذا يعني أن ما يجري في سوريا يؤثر في إيران وما يجري في إيران يؤثر في سوريا، لأن الولايات المتحدة عندما أرادت أن تسقط النظام في سوريا كانت توجه أنظارها أيضا إلى إيران، على اعتبار أن بمثابة القلعة في المنطقة وهي القوة الإقليمية الكبرى التي لا تتماشى مع سياسات الولايات المتحدة وأيضا تتصدى لسياسات الولايات المتحدة ودعمها للمقاومة في فلسطين وفي لبنان ووقوفها ضد الدولة العنصرية في إسرائيل. إذن اليوم المرحلة القادمة، ما الذي على سوريا وإيران أن يواجهان معا؟ مع الوزير، وكأنك تقول بأن هذه الزيارة عنوان لتتشيل المرحلة المقبلة ما بعد يعني هذا الانكشاف أو حتى التحول في الميدان السوري، وأن يكون العنوان من طهران. هذا مهم سيد عبد الباري عطوان، تسمح لنا مع الوزير أن ننتقل إلى ضيفنا في لندن. في السياق الإقليمي، في توقيت السياق الإقليمي للمنطقة والتوقيت الدولي أيضا في الميدان السوري، ماذا تحمل هذه الزيارة للرئيس الأسد ومن التقى أيضا في طهران من رسائل برأيك سيد عبد الباري عطوان؟ يا سيدتي، أولا هذه الزيارة أكدت على مجموعة حقائق. الحقيقة الأولى هي أن هناك يعني تغييرا حصل كبير في سوريا. الرئيس السوري يزور طهران، يعني الرئيس السوري لم يعد محصورا أو محاصرا في قصره في دمشق. أن يذهب إلى طهران وأن تكون طهران العاصمة الأولى التي يختارها بعد موسكو، فهذا أمر مهم جدا. يعني لو نظرنا إلى الجانب اللوجستي بهاي، يعني ترتيب هذه الزيارة، مغادرته إلى طهران، عودته من طهران إلى دمشق، هذا يعني الكثير. هذا يعني أن هناك إجراءات أمنية دقيقة جدا وأن هناك ثقة بهذه الإجراءات. هذه مثلا. الأمر الثاني هو أن هذه الزيارة لا أعتقد أنها تقتصر فقط على التهنئة بالذكرى 40 للثورة الإيرانية، على أهمية هذه التهنئة وعلى أهمية هذا الاحتفال. نعم. الأمر الآخر هو أن الرئيس بشار الأسد التقى أيضا إلى جانب المرشد الأعلى بالرئيس الإيراني حسن روحاني، وأراد أن يسمع منه وجها لوجه وليس عبر وسيط أو عبر مندوب ما جرى في قمة سوتشي الأخيرة، وهي قمة على درجة كبيرة من الأهمية. النقطة الثالثة والمهمة في تقديري أيضا أن الرئيس الأسد أراد فعلا مثل ما تفضلتم أن يبدأ أو يدشن مرحلة جديدة. هذه الزيارة تتزامن مع عدة أمور مهمة. الأمر الأول أن إيران احتفلت
بغواصة جديدة هي يعني قادرة على إطلاق وحمل صواريخ باليستية. الأمر الثاني أن إيران حقيقة جربت صاروخ على بعد مدى 1300 كيلومتر. الأمر الثالث التصريحات المهمة التي أدلى بها الجنرال علي شلخاني رئيس الحرس الثوري الإيراني، وقال فيها بأن الرد القادم على الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا ستكون مختلفة جدا، يعني عام 2019 سيكون مختلفا كليا. طيب سيد عطوان، يعني انطلاقا من هذا ونحن نحاول ان نلتقط ماذا قالت هذه الزياره، ولاني اتحدث عن التوقيت الاقليمي لانه شغل منذ بدايه الحرب على سوريا وفي يعني السنه الحاليه وفي نهايه السنه الماضيه على العمل لاخراج ايران من سوريا او حتى حزب الله من سوريا لفصل سوريا عن ايران. ما نقل عن ما حمله الرئيس السوداني عمر حسن البشير بانه حتى في يعني الانعطافه او محاوله العوده في العلاقات مع الدول العربية مع دمشق مطالبة بفصل سوريا عن إيران، وكأنه هذه الزيارة جاءت لتحمل جوابا شافيا وافيا عن دمشق في العلاقة بين دمشق وطهران. أسألك عن ذلك، ولكن اسمح لي أن استمزج رأي مع الوزير بهذه النقطة، تراها كذلك؟ بكل تأكيد اليوم الولايات المتحدة تريد إبعاد سوريا عن إيران بأي صورة من الصور، وأيضا دول الحليفة في المنطقة وإسرائيل بالذات على اعتبار أنهم ينظرون إلى هذا التحالف يشكل تهديدا للمصالح الأمريكية في المنطقة ولمصالح إسرائيل وللدول الإقليمية. إذا زيارة الرئيس الأسد تريد أن تؤكد على أن ما بين إيران وسوريا أكبر بكثير من علاقات ومصالح معينة. لذلك أقول أن مرشد الثورة عندما يؤكد على الأمن القومي المشترك لسوريا ولإيران، هذا يعني يريد أن يقول للعالم أن ليس هناك من قوة تستطيع أن تفصل العرى ما بين إيران وبين سوريا، وأن هذا التحالف أو هذا الحلف المشترك المبني على استراتيجية واحدة في مواجهة قوى الغرب ومواجهة إسرائيل ودعم المقاومة سيظل على ما هو عليه. ورغم كل العقوبات التي تعرضت لها إيران وعقوبات كانت قاسية على اعتبار أنها تريد أن تبعد إيران عن سوريا، ولكن الهدف الواحد المشترك هو القضاء على الإرهاب، هو التمسك بسياسة مستقلة، سياسة محددة واضحة تجاه قوى الغرب وتجاه من دعم قوى الإرهاب في المنطقة. طيب سيد عطوان، ترى ذلك بأنه في رسالة تحمل هذا العمق الاستراتيجي؟ التصريحات للمرشد الإيراني مهمة جدا عندما يقول بأنه دمشق هي عمق استراتيجي لطهران وطهران هي عمق استراتيجي أيضا لدمشق، وبأن إيران ملتزمة الدعم لسوريا على كافة المستويات السياسية، هذا يعني وعسكرية واقتصادية. أن يقولها المرشد أيضا يحمل إجابة في ذات الإطار عن شكل العلاقة الاستراتيجية التي تربط دمشق وطهران. نعم يا سيدتي، المرشد قال بالحرف الواحد بأن المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة هزف، ونحن نحتفل بانتصار سوريا ومحبر المقاومة على هذا المشروع، وأن سوريا هي العمق الاستراتيجي لإيران وإيران هي العمق الاستراتيجي لسوريا. هذا كلام واضح جدا بأن كل حديث عن أن إيران تخرج من سوريا أو أن هناك خلافات سوريا إيران، كل هذا كلام فاضي ليس له أي أساس من الصحة. هذه علاقة استراتيجية وعلاقة تتبلور بشكل قوي، وعلاقة نجحت في هزيمة المشروع الأمريكي ليس فقط في سوريا وإنما في العراق والمنطقة بأسرها. هذه هي الخلاصة التي يمكن أن نستنتجها. مثل ما قلت، عندما يذهب الرئيس السوري إلى طهران ويحتفل بالثورة بأربعين عاما على مرور الثورة الإيرانية ويلتقي، لا نعرف احنا حتى الآن انه التقى يعني المرشد الأعلى والتقى ايضا حسن روحاني، لا نعرف اذا كان ايضا التقى بقيادات عسكرية وبقيادات أمنية. طبعا يعني هذه مسائل مهمة، وجود قاسم سليماني ايضا مهم جدا، لانه قاسم سليماني هو الذي يعني يشرف بشكل مباشر على القوات السورية وربما عمليات مستقبلية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي. فهذا مهم جدا. أنا في تقديري هذه زيارة تاريخية، لأول مرة منذ 8 سنوات يزور الرئيس السوري موسكو، يزور طهران،
وبهذه الشفافية وبهذا الوضوح. يعني هذا تحول غير عادي، وربما يعني هذه الزيارة تكون مؤشر لزيارات قادمة أيضا. يعني يريد الرئيس السوري أن يقول نحن لسنا يعني مرعوبين أو خائفين أو مثل ما يصور بعض الإعلام، لا، نحن نتحرك، نحن أصحاب مبادرة، نحن نخطط لمرحلة جديدة، نحن سنستمر في التصدي لهذا المشروع الأمريكي الإسرائيلي. لأنه تدشين لمرحلة جديدة تقول سيد عطوان، وهو ما قاله أيضا معالي الوزير، بأي معنى؟ لأنه عندما نتحدث عن صفحة مهمة في الميدان انتهت، وفي صف يعني في نقطتين مهمتين في الميدان السوري في شمال وشرق، شمال شرق سوريا، هذا عنوان لتحدي على مستوى دول إقليمية وحتى دولية. إذا كنت استمعت بشكل صحيح للفيديو، ما قاله المرشد الإيراني وهو يرحب ويصافح الرئيس السوري بشار الأسد، قال له أنت رجل العرب، ما فهمته باللغة الإيرانية. وهذا أيضا في تدشين العنوان المرحلة المقبلة بمعنى الانتصار في المنطقة، معنى انتصار جديد للعروبة أيضا. يعني رجل العرب على اعتبار أن الرئيس السوري يجسد أماني ومقومات وضمير هذه الأمة العربية، لأن الرئيس السوري وقف في وجه الإرهاب، وقف في وجه قوى الهيمنة والتسلط التي أرادت أن تطيح بسوريا. ومرشد الثورة يدرك جيدا ما الذي تمثله سوريا في وسط أمتها، في وسط المنطقة المشرقية، وأيضا بالنسبة لإيران. لذلك إسقاط سوريا كان هدف ومطلب رئيس من قبل قوى الغربية، لأنه بإسقاط سوريا يسهل إسقاط المقاومة في لبنان، يسهل إسقاط المقاومة في فلسطين، ويسقط إسقاط النظام الإسلامي في طهران، على اعتبار أنه هو الذي يدعم هذه القوى الوطنية والمقاومة في المنطقة ككل. لذلك أقول اليوم هذه المرحلة ليست هي نهاية المراحل. الرئيس السوري بزيارته هي توج لقاءات متواصلة بين المسؤولين السوريين والإيرانيين على مدى سنوات، ولكن هذه الزيارة الرسمية تأتي بعد 8 سنوات من الحرب المدمرة. ولكن المرحلة القادمة التي ستواجه سوريا وإيران معا هو ما الذي سيفعله الأمريكي. لا يظن أحد أن الأمريكي انسحب من سوريا وترك سوريا أبدا. لذلك نبه إلى رد الفعل ما الذي سيفعله الغرب أمام هذا الانهيار وأمام هذه الهزيمة التي مني بها. ما الذي سيفعله مع الجانب الكردي؟ هل سيدعم الأكراد من أجل الحفاظ على منطقة حكم ذاتي؟ ما الذي سيفعله بالنسبة لمنطقة إدلب مع الأتراك؟ هل سيسمح للتركي أو سينسق مع التركي لإنشاء منطقة حزام آمنة على طول الحدود السورية التركية؟ هذه مسائل تشكل تحدي كبير للدولة هذا السورية. ما قد يمكن أن نفهمه أو حتى نسأل عن، بأن نرى يعني الجنرال قاسم سليماني، هذه الصورة الآن على الهواء، كان لوحده مع الرئيس الإيراني في اجتماعه ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد مع الرئيس الإيراني، علما أنه أيضا كان ضمن الوفد الذي كان يتواجد في لقاء الرئيس الأسد مع المرشد الإيراني. لكن اقتصر اللقاء بين الرئيس الأسد ورئيس روحاني على وجود الجنرال قاسم سليماني، يربط بهذه الملفات ترى بكل تأكيد. بكل تأكيد، لأنه هذا يربط بالملف للمرحلة القادمة التي ستأتي. ونحن نعرف دور الجنرال سليماني، ما الذي فعله في سوريا وما الذي قدمه والدعم وكل في كل المجالات من أجل دحر الإرهاب. ولكن في المرحلة القادمة أيضا الجنرال سليماني والقيادة الإيرانية ستكون حاضرة في وجه أي مؤامرة قد تبيتها الولايات المتحدة بعد الانسحاب الشكلي. أتصور طالما أن هناك جنود أمريكان خارج الإطار القانوني الدولي تشكل قوة احتلال، أيا كان عدد هؤلاء 200 أو 400 أو 1000 أو لذلك ما الذي ستفعله الولايات المتحدة في منطقة الحسكة، في محافظة الحسكة؟ طيب سيد عطوان، هل يفسر ربما وجهة التحرك الذي ستكون في الميدان السوري، حيث بقي في شمال وشمال شرق سوريا، وجود الجنرال قاسم سليماني في لقاء الرئيس الأسد مع الرئيس حسن روحاني؟ يا سيدتي، الجنرال قاسم سليماني، يا ست رامية، الجنرال قاسم سليماني لعب دورا كبيرا في مواجهة داعش أو الدولة الإسلامية في سوريا، لعب أيضا دورا كبيرا في تطوير القدرات العسكرية الصاروخية السورية، وقدرات أيضا
حزب الله ودقة الصواريخ الجديدة. يعني هو الرجل، وربما يعني يكون هو رجل المرحلة لاستئناف الأعمال المقاومة من خلال جبهة الجولان ربما ضد الاحتلال الإسرائيلي. هذه نقطة. النقطة الأخرى، نحن نعرف جيدا أن يعني الهجوم الشرس الذي شنه الرئيس الأسد وغير المسبوق على الرئيس التركي يعكس أن هناك مشاكل أو خلافات حصلت في قمة سوتشي الثلاثية، بمعنى أنه تركيا تصر على أن تكون هي صاحبة اليد العليا في المنطقة الشمالية أو في المنطقة الآمنة في شمال سوريا. تركيا تصر أيضا على أنه أن تكون لها دور أساسي في إدلب. حتى هذه اللحظة لم تؤدي أو لم تلتزم تركيا بما تعهدت به بشأن إدلب وإخراج المسلحين المصنفين على قائمة الإرهاب منها. أيضا الرئيس الأسد تحدث ولافروف تحدثوا أيضا عن دويلة ممكن أو تخطط الولايات المتحدة الأمريكية لإقامتها شرق الفرات وبالذات شرق دير الزور، حيث احتياطات النفط والغاز الرئيسية السورية. هذه المرحلة الجديدة الآن كيف سيتم التعاطي معها؟ لابد من تنسيق إيراني سوري مباشر، يعني أن حتى هذه الدولة لا تقوم، هذه الدويلة ألا تقوم. روسيا تقدمت باقتراح أولا إحياء اتفاق أضنة السوري التركي لكي يكون بديل عن أي تواجد في المنطقة الآمنة أو الحزب الآمن في شمال سوريا. واضح جدا أن تركيا رفضت هذا الاقتراح بعد أن وافقت عليه. الآن روسيا تتحدث عن استعدادها للقيام بدوريات مشتركة في هذه المنطقة، بس يعني أن تكون قواتها فقط هي الموجودة في هذه المنطقة، طبعا بالتنسيق مع سوريا. أعتقد هذه هي عناوين المرحلة القادمة. هذه تتطلب يعني تنسيق مباشر، تتطلب وجود الرئيس السوري بشار الأسد في طهران، يعني ليوصل العديد من الرسائل أنه نحن التنسيق في ذروة بيننا، نستعد للمرحلة القادمة، نحن لسنا محاصرين في القصر الرئاسي في دمشق، نحن نتحرك، نحن في مرحلة نتعافى، نحن في مرحلة جديدة. يعني أنا عجبتني حقيقة الجملة التي قالها المرشد الأعلى عن اللي قالها الرئيس بشار الأسد للمرشد الأعلى، أن إيران أو الثورة الإيرانية أقامت دولة قوية واستطاعت أن تحصن، استخدم تعبير تحصن نفسها من التدخلات الخارجية. أنا في تقديري نحن أمام يعني مرحلة جديدة مثل ما تفضلتي ست رابعه، تفضل معالي الوزير. هذه المرحلة الجديدة عناوينها تنسيق استراتيجي إيراني سوري، وسيكون ربما هناك دور كبير جدا للجنرال قاسم سليماني وأيضا للجنرال علي شمخاني والرئيس الأمن يعني أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني. وتكون هذه المرحلة هي الإجهاد أو إجهاز كليا على اللي هي الجيوب التي بقيت في سوريا وخارج إطار السيادة السورية، وأيضا التصدي للمشروع الإسرائيلي والرد في المرحلة القادمة على أي عدوان إسرائيلي على سوريا. طيب توافق على ذلك معالي الوزير، لأنه في سوريا الدولة كل شيء محسوب، وكذلك في إيران الدولة، ومعلوم بأنه سيلحظ وجود الجنرال قاسم سليماني، وبالتالي شكل الخطوة المقبلة في التنسيق فيما بقي في ملفات سوريا يحدد، أو يمكن فهمه من وجود الخطوة المقبلة يتعلق بوحدة الأراضي السورية. هناك محور سوري إيراني روسي، سوري إيراني روسي، يؤكد على وحدة الأراضي السورية، وهذا المحور لا يتقاطع مع سياسة الولايات المتحدة وأيضا السياسة التركية. إذا هناك شرخ ما بين وجهتي النظر. الولايات المتحدة بكل تأكيد عندما تعمل على إيجاد منطقة عازلة في شرق الفرات، هذا يعني أنها تريد أن تفكك أو لا تريد وحدة الأراضي السورية. وتركيا أيضا من جانبها عندما تريد أن تحتفظ بحزام أمني بعرض 20 أو 30 كيلومتر على طول الأراضي السورية التركية، هذا يعني أنها تريد أن تقتطع من الأراضي السورية جزءا
يكون منطقة محايدة على حساب الدولة السورية، وهذا الأمر لا يمكن أن يمر. لذلك أمام سوريا وأمام إيران اليوم وروسيا أن تواجه هذه المعضلة، لأن سوريا في نهاية الأمر لا يمكن أن تسكت على وجود قوى إرهابية واحتلال تركي في إدلب. لنقل ذلك بصراحة، هناك احتلال تركي يوفر الحماية الأمنية لكل الفصائل الإرهابية المسلحة المتواجدة في محافظة إدلب، وأيضا الولايات المتحدة بوجودها العسكري في التنف وأيضا باحتفاظ بقوات عسكرية في سوريا وفي العراق تؤمن الحماية في أي لحظة للقوات الكردية. لذلك الولايات المتحدة تريد أن تفشل ما حققته سوريا وإيران من إنجازات ميدانية على الأرض من دحر الإرهاب وإعادة الدولة السورية إلى عافيتها. دكتور بثينة شعبان على شاشة الميادين قالت بأن الأمر محسوم بالنسبة لإدلب، الأمر يحتاج فقط لبعض التخطيط والتنسيق وموضوع مسألة وقت حسم الملف. وأشار السيد عطوان أيضا إلى التوقيت، يعني نحن نتحدث عن لقاء عن زيارة الرئيس الأسد إلى طهران بعد قمة سوتشي، البعض قال ربما هناك اتفاق أو لا اتفاق بين الزعماء الثلاثة، وفي محاولة أيضا لخلق نوع من التوازن السياسي إذا ساعدني التعبير، تريد دمشق أن تقولها بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران، لأنه زيارة الأخيرة كانت لموسكو، وما بعد يعني المشهد الأوسع في العمل في الجانب العسكري في معادلة التوازن السياسي في إظهار عمق العلاقة والتنسيق في الموقف مع طهران في هذه المرحلة. طبعا، لأنه هذه بالمرحلة في المرحلة الماضية أو في المرحلة الحالية حتى في المستقبل، يعني وسائل العلاقات القوية المتجذرة ما بين إيران وطهران يؤكدها اليوم أكثر فأكثر زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لطهران. هذه أمر محسوم، يعني لا يمكن من يراهن على أي شرخ في العلاقات ما بين طهران وبين دمشق يكون واهم. وهناك مغريات كثيرة قدمت لسوريا من أجل فك الارتباط أو فك العلاقات مع طهران، ولكن سوريا تعرف من وقف بجانبها أثناء الأزمة، وأيضا طهران تعرف من وقف بجانبها أثناء اعتداء نظام صدام حسين على إيران. سوريا إيران أمينة لأصدقائها وفية لأصدقائها، وأيضا سوريا عندما تجد أن إيران كيف وقفت هذا الموقف المشرف تجاه سوريا لا يمكن أن يسير البلدين في اتجاه معاكس مطلقا. هذا خيارنا الاستراتيجي، ربما تحمل هذه الزيارة هذه الإجابة من الرئيس السوري بشار الأسد في العلاقة مع طهران. كيف يمكن أن نرى يعني صداها سيد عبد الباري عطوان؟ كان على مستوى الدول التي فيما فهمنا بأنه نقلت شروط تأطير العلاقة بين دمشق وطهران فيما نقله الرئيس السوداني حسن البشير، هذه الدول كيف سترى مثل هكذا زيارة في التوقيت الميداني أيضا بالنسبة لدول تعمل في شمال وشمال شرق سوريا طالما المرحلة المقبلة يفترض أن يكون فيها حسم؟ يا سيدتي، أنا في تقديري هذه الزيارة سيكون لها وقع الصدمة على بعض الدول العربية التي تعتقد بأنها إذا فتحت سفارة في دمشق هذا يعني بأن يعني سوريا ستبتعد عن إيران مثل ما طالب الرئيس البشير أو الرسالة التي حملها الرئيس البشير، أو مثل ما تطمح دول في الخليج مثل السعودية ومثل الإمارات البحرين وغيرها. يعني هذا ستكون صدمة، أيضا ستكون صدمة بالنسبة للقوى الأخرى التي تعتقد بأن يعني سوريا ممكن أن تكون أقرب إلى تركيا مثلا منها أن تكون إلى إيران في ظل تفاهمات سوتشي وفي ظل يعني الحديث عن تنسيق بين البلدين. يعني أنا في تقديري يعني حتكون هناك فعلا صدمة. يعني هذه الزيارة تقول نحن خلفاء استراتيجيون. بعدين كمان بالنسبة للتوقيت يا ست رامية، يعني إيران الآن حقيقة عندما تجري مناورات بحرية لمدة 3 أيام وتعلن عن غواصة جديدة، وهذه المناورات تجرى في بحر عمان في مضيق هرمز، ماذا تقول؟ هذه تقول رسالة للأمريكان وللإسرائيليين، نحن على استعداد في المرحلة القادمة للتصدي لكم، نحن لسنا في موقف ضعف.
يعني هذه مساله كثير 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 مهمه، يعني التسليح ايضا الحديث السيد حسن نصر الله للميادين الذي قال فيه بان حزب الله ليس بحاجه الى صواريخ جديده، وهناك صواريخ دقيقه جدا، والاسرائيليون اعترفوا بان هذه الصواريخ تصيب هدفها مباشره وبكل دقه، هذا يعني نحن امام محور قوي، وهذا المحور القوي يتكرس ويعزز موقفه في وجوده في المنطقة. يعني هذه الزيارة تأتي تتويجا لهذا المحور، تتويجا لهذه القوة، تتويجا للثقة والتعافي اللتين تعيش فيها سوريا في الوقت الحالي. طيب ربما ايضا من عناوين هذه الزياره ما نفهمه منك وايضا من معالي الوزير في انه يعني في عمليه اعلان انتصار في تحديد طبيعه وهويه المعركه في سوريا وعلى سوريا، وهنا من المهم طالما نرصد الاطراف الاخرى او الدول الاخرى التي قد يكون لها يعني موقف او رده فعل او كيف يمكن ان تتابع مثل هكذا زياره، لا يمكن ان نغفل اسرائيل سيد عبد الباري عطوان وايضا مع الوزير في ما يعني ما بعد اعلان الزياره، يعني ابرز ما ورد على المواقع الاخباريه الاسرائيليه تم ايراد خبر زياره الرئيس بشار الاسد الى ايران في عناوين مختلفه. موقع هارتس قال ان الاسد يلتقي خامنئي في ايران لاول مره منذ بدايه الحرب الاهليه في سوريا كما وصفها. موقع معاريف عنوان الزياره قائلا ان الرئيس الاسد في لقاء طهران اكد استمرار التعاون بين البلدين. وموقع القناة الثالثة عشرة فعلق لأول مرة منذ الحرب الأهلية كما وصفها أيضا الأسد يزور إيران شاكرا المساعدة الإيرانية لسوريا. هذا معالي الوزير، إيران بطبيعة الحال هذه الزيارة سيكون لها وقع خاص بالنسبة لإسرائيل، وهي رسالة لدول الإقليمية التي ساندت قوى الإرهاب والتي تآمرت على سوريا والتي زودت العناصر المسلحة بكل وسائل الدعم المادي والعسكري واللوجستي والاستخباراتي. رسالة أيضا لإسرائيل، لأن إسرائيل أرادت منذ اللحظة الأولى الوقوف بجانب القوى الإرهابية من أجل إسقاط النظام وإدخاله إلى بيت الطاعة الأمريكي الإسرائيلي. إذن هذا المشروع فشل، وفعلا زيارة الرئيس الأسد هي رصاصة الرحمة في نعش قوى الغرب التي أرادت النيل من سوريا والنيل من إيران، لا أقول فقط النيل من سوريا، النيل من سوريا، النيل من المقاومة، النيل من إيران. هذا المحور محور واحد، هدف واحد، استراتيجية واحدة، وأتصور أن ما قاله المرشد فعلا أن البلدين ينتميان إلى حلف استراتيجي أو عمق استراتيجي مشترك. سيد عطوان ما رأيك بالنسبة يعني احنا نلتقط كيف يتناول الإعلام الإسرائيلي، ولكن يفترض بالنسبة لصناع القرار على المستوى العسكري الأمني والسياسي كيف سيتلقى هذه الزيارة، خصوصا أنه بنيامين نتنياهو في زيارة لموسكو وقال بأنه واحدة من عناوينها موضوع الوجود الإيراني كما وصفه في سوريا. يا سيدتي إسرائيل في حالة رعب، يعني إذا نظرنا إلى المحللين الإسرائيليين وما يكتبون العسكريين خصوصا يقولوا أن الجبهة الشمالية هي التهديد الأكبر للوجود الإسرائيلي. يعني إسرائيل عندما ترى يعني أن الرئيس بشار الأسد يغادر دمشق إلى طهران ويعود، هذه صدمة بالنسبة لهم. طيب يعني كيف لم ترصد هذه الطائرة مثلا؟ طب نحن نعرف أن الأجواء السورية مزدحمة بالطائرات، مزدحمة بالأقمار الصناعية، هذا يعني أن خصوصا أنه الخيار الوحيد سيد عبد الباري عطوان المجال الجوي سيكون مجال الجو العراقي حيث تنشط الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أيضا يعتبر واحدة من الأمور التي يفترض أن تسجل. نعم صحيح، بس إحنا يعني هذا تطور مهم جدا أمنية، يعني ليس بالأمر السهل. إسرائيل في حالة رعب، إسرائيل حقيقة يعني عندما يعني تجري إيران هذه المناورات، عندما تكشف عن الغواصة، عندما تكشف عن صواريخ بعيدة المدى، عندما يتحدث السيد حسن نصر الله أنه عندنا اكتفاء من الصواريخ الدقيقة جدا، عندما يعني سوريا يعني وإيران تتحدثان عن رد مختلف، ويقول السيد علي أو الجنرال علي شمخاني بأننا صدينا في المرة الأولى، وأنه إحنا حققنا 90% من أهدافنا في سوريا، وأن هذه الضربات الإسرائيلية لم تؤثر إطلاقاً، يعني هذا يزيد من الرعب الإسرائيلي حقيقة. يعني هذا محور قوي جدا، وهذا محور يتبلور، وهذا محور يعني يؤكد على تعافي سوريا مجددا وعلى هزيمة المشروع الأمريكي. وتحدثوا في هذا اللقاء يعني الرئيس بشار الأسد والمرشد الأعلى تحدثوا عن انتصارات
الجيش السوري وانتصارات محور المقاومه في سوريا. طيب كيف اسرائيل بتتلقى هاي؟ طبعا انا متاكد المحللين العسكريين الاسرائيليين والمسؤولين السياسيين الاسرائيليين وعلى راسهم نتنياهو، يعني انا متاكد انهم في حاله اكتئاب حاليا من خلال هذه الزياره. نتنياهو اجل زيارته لبوسكو، يعني في تقديري لانه أدرك جيدا بأن الروس لن يستمعوا إلى مطالبه وهذه المطالب في أن يطلقوا يده في سوريا. يعني أنا يعني القول بأنه أجل هذه الزيارة من أجل الوضع ترتيبات للأحزاب، نعم كلام فارغ. يعني أعتقد أنه طب انتهت، قدموا الأسماء الكتل الـ 47 المتعلقة بالانتخابات الكنيسة، ماذا يفعل الآن؟ وقالوا ستكون هناك مكالمة هاتفية بين نتنياهو والرئيس بوتين، لم تحدث هذه المكالمة، نعم. لم تحدث حتى لم يحدد موعد للزيارة. الظروف تتغير على الارض، طيب. يعني الان يعني انا في تقديري هذه الزياره مهمه، المرحله المقبله مهمه، الرد محور المقاومه على هذه العربده الاسرائيليه، طيب. سيكون مختلفا، وانا في تقديري هناك ضوء اخضر روسي للتصدي لاي طائرات خصوصا التوقيت، توقيت الانتخابات مثل هكذا زيارة ستؤثر يعني حتى إسرائيلية. معالي الوزير، أيضا رئيس روحاني ركز على ما بعد الحرب يعني وإطار الحل السياسي انطلاقا من أستنا ولقاء سوتشي الأخير، وهذا أيضا عنوان مهم، كيف شكل العلاقة، كيف ستستمر ما بعد الحرب وحتى الوصول للحل السياسي ما بين إيران وسوريا قبل الحرب وبعد الحل. العلاقة ستكون وثيقة، ولكن الطرفان يتفقان على إيجاد حل سياسي مخرج. بسوتشي اليوم تحدث وزير الخارجية لافروف على أن هناك إمكانية كبيرة للتوصل إلى إنشاء اللجنة الدستورية التي ستبحث في الدستور السوري المستقبلي، وهناك أمل كبير في هذا الشأن من أجل التوصل إلى حل سياسي. ولكن أعود فأقول بالنسبة لزيارة الأسد هي طي صفحة سابقة الماضية، على اعتبار لم يتصور أحد في أوروبا أو في أمريكا أو في المنطقة الإقليمية دول عربية وإسرائيل أن الرئيس السوري سيصمت حتى نهاية عام 2012. وربما هنا تأتي الجملة بأنه أمريكا لا تحدد مصير هذه الزيارة على أساس، والكل كان يجزم، العرب الذين تواطؤوا ضد سوريا وأيضا إسرائيل وقوى الغرب كلها كانت تضع في حسابها أمرا محسوما، وهو أن الرئيس السوري سيسقط وأن سوريا ستسقط. ولكن تأتي اليوم هذه الزيارة بعد 8 سنوات لتقول للكل، لكل الذين تآمروا على سوريا، أن سوريا باقية بوحدتها بقوتها وبدعمها من قبل الحلفاء والأصدقاء. مع الوزير تبقى معنا مشكورا، وأيضا سيد عبد الباري عطوان، لأننا سنتوقف مع فاصل ومن ثم سنواصل المسائية في فتح ملفها الثاني حول تطورات الملف الفنزويلي. من جديد مرحبا بكم في المسائية من الميادين. فشل المراهنة على مناورة المساعدات الإنسانية أملا بانقسام الجيش وانتفاضة الشعب قد يدفع غلاة الإدارة الأمريكية إلى المراهنة على دعم العصابات الكولومبية للحرب ضد فنزويلا، لكن التدخل العسكري الأمريكي من دون قفازات هو أشبه بقنبلة ملغوبة قد تنفجر بوجه ترامب في أمريكا اللاتينية. هذه قراءة لقاسم عز الدين. المخيلة الأمريكية التي تظن أن شعب فنزويلا هو عبارة عن أكوام من المتسولين الحفاة يطعنها في الصميم الفنزويليون الذين استفزهم ترامب وبومبيو بكرامتهم الإنسانية. رئيس الجمعية التأسيسية ديو كابيلو توعد بأن لا تتمكن شاحنة واحدة من المرور، واستعاد الشعب والجيش شعار مناهضة الفاشية في إسبانيا لن يمروا. لكن فشل عبور حصان طروادة إلى الأراضي الفنزويلية يدل على هشاشة التأييد لخوان غويدو الذي جمع عشرات من أنصاره على الحدود وأقل من 100 فرد من عناصر الجيش في سياق الهرب إلى كولومبيا. الورقة التي يهدد بها الموصوف بأنه رجل الحروب القذرة مساعد بومبيو إليوت أبرامز هي الاعتماد على دعم العصابات الكولومبية للحرب ضد فنزويلا،
ولا يؤيد هذه المغامرة العسكرية حلفاء واشنطن في مجموعة ليما ولا الاتحاد الأوروبي على لسان فيدريكا موغريني خوف استعادة الذاكرة اللاتينية الخصبة ضد اليانكي الأبيض، وفق ما دونه إدواردو غاليانو في أيقونة نزيف شرايين أمريكا اللاتينية المفتوحة. مؤيدو الغزو العسكري حول ترامب وبين حلفائه هم من طينة السناتور الجمهوري ماركو روبيو الذي اتهم رشيد طليب بمعاداة السامية والفلسطينيين بأنهم يعلمون الأطفال قتل اليهود. كرامة أمريكا اللاتينية تدعمها الكرامة الإنسانية، كما عبر عنها الرئيس الكوبي ووزير خارجية إيران وإيفو موراليس وأحرار العالم. ففشل المراهنة على المساعدات قد يكون أول الغيث الذي يحرق أصابع واشنطن. والأيام المعدودة التي تحدث عنها بومبيو ربما هي أيام غويدو لاعتقاله ومحاكمته في حال عودته سرا إلى فنزويلا، ولكل شيء آفة من جنسه. معنا للنقاش من كاراكاس البحث في العلاقات الدولية سيد رفيق درجاني، مرحبا بك، ونجدد الترحيب بي مع الوزير عدنان منصور والسيد عبد الباري عطوان معنا من لندن. وأبدأ معك سيد درجاني بالسؤال، بعد انتهاء المراهنة، ربما أسألك فعلا، أو فشل المراهنة على العمل في العمق الفنزويلي انطلاقا من الحدود في تحت مسمى إدخال المساعدات الإنسانية، أين يصبح الملف الفنزويلي الآن في آفاق التدخل الخارجي؟ هل يمكن القول بأنه أيام غوايدو بدت معدودة بعكس ما قال بومبيو عن الرئيس مادورو انطلاقا مما جرى؟ مرحبا، شكرا لكم. المحاولات لتغيير الحكم في فنزويلا ليست جديدة. مهم أن ننظر ما حدث من وقت وصول الثورة الفنزويلية إلى الحكم. الشعب الفنزويلي من بعد 2002 كان محضر وواعي لأن هذه الظروف ستأتي في أي وقت، لأن محاولات الانقلاب بال 2002 لذات التركيب السياسي للمعارضة يلي هي من اليمين واللي آتية تاريخيا من أصحاب المال في فنزويلا لم تقبل ولا بأي حالة من الحالات أن يصل إلى الحكم أي قوى سياسية تدافع تاريخيا عن المحرومين. والذي يحدث اليوم ليس هو إلا التكامل لما حدث قبل. الذي حصل في آخر الأسبوع محاولة لقسم الجيش أو محاولة تجريب الشعب الفنزويلي إذ يقوم ضد الحكم قد فشل مرة أخرى. لا نشك أن الولايات المتحدة الرغبة لها بأن تسيطر على أكبر مخزون نفطي في العالم هو فنزويلا اليوم سيستمر، ولكن ما الذي جرى في آخر الأسبوع يدل أن الشعب الفنزويلي وجيش الفنزويلي قوة واحدة سترفض دائما اي تدخل وستدافع عن سياده الوطن. نعم. طيب سيد درجاني تسمح لنا ان ايضا نستنتج رايي مع الوزير هنا في الاستوديو لو سمحت تبقى معنا، خصوصا بانه لك خبره في العمل الدبلوماسي وفي علاقات الدول، وربما المحاوله هذه تحضيريه المساعدات الانسانيه شكل جديد للتدخل وتغيير النظام في فنزويلا، كما قال سيد درجاني كان هناك محاولات سابقه، لكن ويبدو انه الامر انقلب على الولايات المتحده الامريكيه. دستوريا غوايدو يفترض ان يبقى شهر رئيس مؤقت اذا ما بالفعل لما بأنه يسير على خطوات الدستور الفنزويلي، وما الخطوة التي يمكن أن نراها بعد فشل يوم السبت الماضي؟ يعني رهان الولايات المتحدة على قلب نظام مادورو على أساس أنها كانت تعتمد على الفصائل أو العناصر المعارضة تستطيع أن تحركها وتقلب النظام، هذا الأمر لم يتحقق على اعتبار أن الشعب الفنزويلي أثبت فعلا وقوفه بجانب مادورو، والجيش أيضا وقف بجانب مادورو، والجيش والشعب يعرفان جيدا ما تبيته الولايات المتحدة ليس فقط بالنسبة لفنزويلا وإنما لدول القارة الأمريكية، على اعتبار أن الولايات المتحدة لا ترضى بأي نظام يتعارض مع مصالحها الاستراتيجية، أي نظام يساري أو أي نظام اشتراكي لا يمكن أن تتقبله وتعمل على الإطاحة به. يعني هذه هي سياسة ليست حالية وإنما سياسة تعود إلى عقود ماضية، سواء كانت رئاسة جمهورية أو ديمقراطية أيا كانت، لأن الولايات المتحدة
أنظر إلى القارة الأمريكية من المكسيك مرورا بأمريكا الوسطى مرورا بأمريكا الجنوبية وكأنها حديقة خلفية وكأنها جمهورية موز. إذن اليوم النظام في فنزويلا نظام متجزر له شعبية واسعة، الجيش يعرف جيدا ما الذي تريد الولايات المتحدة، خاصة وأن الولايات المتحدة بسياساتها المتبعة تجاه دول عديدة في أمريكا نعرف ما الذي حل فيها يعني منذ أكثر من قرنين من الزمن، ونعرف أن سياسات الولايات المتحدة كانت تصب ليس في صالح شعوب أمريكا وإنما كانت تصب في صالحها. يعني بنما سنة 1903 كانت مقاطعة من كولومبيا من أجل تمرير قناة بنما خلقت ثورة افتعلت ثورة في بنما وانسلخت عن الدولة الأم كولومبيا ومررت ما مررته. نحن نعلم سنة 50 من الذي جاء بالديكتاتور باتيستا إلى كوبا، من الذي أنزل القوات العسكرية في خليج الخنازير العصابات المسلحة من أجل إطاحة بالنظام فيديل كاسترو، من الذي قام تدهور الاقتصاد المكسيكي عام 1982 وايضا سلفادور اللاندي ب 73 كيف اطيح واوتي ب قتل بابشع طريقه وهو ومناصريه واعضاء في البرلمان. أتى فيما بعد الدكتاتور اللي حل محل سلفادور اللاندي. نعم. يعني هذه هي سياسة الولايات المتحدة للأسف ترفع شعارات المصالح ولكن في تتغير الأساليب ترفع شعارات المبادئ حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية وهي فعلا تعمل من أجل مصالحها الاقتصادية. كما قال ضيفك اليوم فنزويلا الدولة الأولى في احتياط النفط في العالم. صحيح. وهذا ما يسيل لعاب الشركات الأمريكية الشركات النفطية والغريب تعرف معالي الوزير أنه الولايات المتحدة الأمريكية أكبر شاري من فنزويلا من هذه الحكومات يعني التي تعتبرها بأنها غير ديمقراطية عندما تكون مصالحها. وغوايدو بحد نفسه هو جاء في انتخابات في فنزويلا، انتخابات التي افرزت غوايدو رئيسا للبرلمان هي شفافه وديمقراطيه، ولكن التي افرزت مادورو رئيسا لفنزويلا هي ليست كذلك. تسمح لنا ان نستمزج راي السيد عبد الباري عطوان. سيد عطوان، الى اين تسير الامور؟ ما سمعنا اليه لنائب الرئيس الامريكي مايك بينس اليوم قال لغوايدو في قمه الليما اليوم بانه نحن معك 100%، كيف يمكن ان يفسر هذا الكلام؟ وبالتالي إمكانية أن نرى خيارا آخر للولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان العسكر أو التدخل العسكري وارد؟ والله يا سيدتي أنا بتقديري كل الرهانات الأمريكية في فنزويلا فشلت حتى الآن، وكل يوم يمر والرئيس مادورو في السلطة ويحظى بالتفاف شعبي ودعم من المؤسسة العسكرية هذا يعني بأن المشروع الأمريكي يعني في أنفاسه الأخيرة. أمريكا راهنت على المؤسسة العسكرية، راهنت على حدوث انقسام في الجيش الفنزويلي، وهذا الانقسام لم يحدث، وأن وقوف الجيش مع السلطة الشرعية في فنزويلا هذا يؤكد بأن أمريكا كانت مخطئة في كل حساباتها. لا يعني ربما لاحظنا كيف احتفلت أمريكا بانشقاق حسب زعمهم 100 جندي من الجيش الفنزويلي، 100 جندي 100 ضابط حتى 100 يعني فيما عدد الجيش 360 ألف عنصر سوى 1,600,000 ألف عنصر مدني أيضا ضمن الجيش الشعبي. يا ست رامية ألا يذكرنا هذا بالانشقاقات في الجيش السوري والمبالغة فيها وتضخيمها أنه الجيش يعني عقداء انشقوا، يا ست رئيس وزراء انشق، يا ستي وزراء انشقوا، يا ستي سفراء انشقوا. طب هل انهارت سوريا؟ وحرب مسلحة ويعني جماعات مسلحة، هل انهارت سوريا؟ طيب ما دوروا يعني هم الذين يعني اللي حصل الأمريكان هم الذين جوعوا فنزويلا، هم الذين فرضوا الحصار عليها بالطريقة نفسها اللي فرضوها على العراق على أمل أن يثور الشعب الفنزويلي. الشعب الفنزويلي ثار لكن مع السلطة الشرعية مثل ما تفضلتي، يقول لك أنه والله بدنا نعيد الديمقراطية للاتحاد الأوروبي، يقول لك أنه إحنا بدنا نعيد الديمقراطية إلى فنزويلا. طب ما انتخبوا هذا يعني غوايدو، طب هو مين انتخبه؟ مين انت سيد عبد الباري ما بدك تحفظ اسمه غوايدو. والله ما بدي احفظ اسمه، والله العظيم اني بنسب بدل لما بشوفه يعني غوايدو. المهم غوايدو لحد الان
يعني المشكلة الأساسية إنه رهاناتهم فشلت. الآن راحوا إلى كولومبيا بدهم يعملوا عصابات مسلحة وتدخل إلى فنزويلا. الشعب واعي، بدهم يستخدموا المساعدات. الشعب حرق السيارات المساعدات وقالوا لهم بدناش مساعداتكم ولا بدنا أي وجود لكم، وهربت الشاحنات. يعني هذا هو الموقف البطولي حقيقة في فنزويلا. هذه هي الهزيمة الأمريكية في فنزويلا. لن تنجح أمريكا في تغيير الأنظمة في كوبا وفي نيكاراغوا وفي فنزويلا. وأيضا كمان اللي هو روبيو هذا السناتور يقول لك يجيب صورة القذافي قبل، يعني قبل قتله وبعد قتله وهو مغطى بالدماء. هل هذه هي الديمقراطية الأوروبية؟ طيب مراك أن نعود لكاراكاس سيد تعدوان، لنريد أن نعرف في داخل فنزويلا كيف يتم التراقب، أي سيناريوهات توضع بعد فشل يعني استخدام سيناريو الصدمة في ما جرى في فنزويلا؟ الآن إلى أين تتجه الأمور؟ هل تتحسب فنزويلا لخيار عسكري أو موضوع الجماعات التي ستدخل ربما من كولومبيا موضوع في الحسبان بشكل سريع لو سمحت؟ فنزويلا منذ 2002 كانت مستعدة وابتدأت تستعد لحرب، لأنه لا شك أنه كان واعي أن الولايات المتحدة ستحاول بأي شكل من الأشكال لهدر الحكم الموجود والسيطرة على النفط. أما اليوم بعد الأسبوع الماضي هنالك حس بالإحباط من قبل اليمين والمعارضة الفنزويلية، وهنالك حس بالانتصار من قبل القوات التي تؤيد الحكم الفنزويلي. لا شك هنالك وعي ايضا ان المتحده ستحاول مره اخرى بالضغط، ستستعمل الاساليب الاقتصاديه في الوقت الحاضر اكثر من اي، لانها حاولت في اجتماع بوغوتا اليوم لتحصل على موافقه من دول امريكا الجنوبيه بالدعم العسكري، ولكن تفاجات ان البرازيل حتى تشيلي بيرو رفضوا اي محاولات عسكريه. غابت المكسيك وكوستاريكا وغواينا وسانتا لوتشيا ايضا عن الاجتماع اليوم في ليما، طبعا لانهم من الاساس لا يوافقون على المواقف التي تاخذها الولايات المتحده لتغيير الحكم في فنزويلا. امريكا الجنوبيه هناك حس تاريخي ان الولايات المتحده كانت تستغل علاقات مع شعوب امريكا اللاتينيه. هنالك عقيده مورو الذي تفترض ان امريكا للامريكيين، وهنالك عقيده بوليفر التي تحاول تحرير الشعوب. عقيدتان تختلفان كليا، وهذا الحس داخل الشعوب ليس انها شعارات. هذه هي النقطه الجوهريه في الصراع حقيقه، تلخصت سيد درجاني بانه فرق بين عقيده مونرو وايضا العقيده البوليفاريه في الثوره في مطلع التسعينات. هذا هو حقيقه الصراع بين هذه الدول في امريكا اللاتينيه والولايات المتحده الامريكيه. ساخذ من معالي الوزير تعليق قبل ان نختم، تريد ان تعلق؟ تفضل. اريد ان اقول بس انه بعد فشل الولايات المتحده في الرهان على سياسه المساعدات الانسانيه وفشلها على ايجاد ثوره شعبيه ضد النظام، وأيضا فشل سياسة المساء يعني كما قلت المساعدات وانقسام الجيش، لم يبقى أمام الولايات المتحدة إلا عدة خيارات قد تلجأ لها. طبعا ستفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على فنزويلا، ستعمل مع حلفائها في المنطقة من أجل تطويق فنزويلا. يبقى هناك عما إذا كانت الولايات المتحدة ستقوم بخلق عصابات مسلحة داخل فنزويلا وتزويدها بالمساعدات ودعمها، وأيضا أو عملية عسكرية مكشوفة مثل الذي فعلته عام 1967 في الدومينيك عندما أسقطت نظام حزب العمال الثوري وقام ما قام به الجنرال جون ويزن بغزو الدومينيك. وربما ترامب لديه حسابات أخرى طالما يحسب للاقتصاد. واللافت أيضا بأنه الطبقة الحاكمة ما قبل الثورة البوليفارية التي كانت أقلية في فنزويلا تضع يدها كانت على الثروات في فنزويلا وغالبية استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية وفي ميامي تحديدا. أشكرك جزيل الشكر مع الوزير دكتور عدنان منصور وزير الخارجية اللبناني سابق ضيفنا هنا في الاستوديو. سيد عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريدة رأي اليوم الإلكترونية كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. سيد رفيق الدرجاني الباحث في الشؤون الدولية كنت معنا عبر الإنترنت من كاراكاس، شكرا جزيلا لك. مجددا شكرا جزيلا لكل ضيوفنا. في ختام المسائية نجدد التذكير بالعناوين. الرئيس السوري في إيران صمود الشعوب المقاومة أسقط وهم قدرة أمريكا على تحديد مصير العالم، ومساعيها للتفرقة القومية والمذهبية جاءت بنتائج عكسية.
المرشد الإيراني يؤكد للرئيس الأسد أن سوريا بصمودها انتصرت على أمريكا وأوروبا وحلفائهما، والأعداء أخطأوا التقدير والمقاومة أصبحت أقوى. بعد فشل مناورة المساعدات الإنسانية ضد فنزويلا، واشنطن أمام خياري دعم العصابات الكولومبية أو التدخل العسكري المباشر، فهل تنفجر أمريكا اللاتينية في وجه ترامب؟ دائما المزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.